اللهم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يا ربنا نعلم أنا قد عصيناك وأنت الغفور، فاغفر لنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحمن، ارحمنا برحمتك واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا. وفي هذه الليلة المباركة تقبلنا، اللهم تقبلنا من عبادك الصالحين، وأهل علينا رمضان، اللهم أهله علينا وقد رفعت عنا ما نحن فيه، اللهم أهله علينا وقد رفعت عنا ما نحن فيه، وارزقنا فيه العبادة، وارزقنا فيه الطاعة، وقربنا إليك، وافتح لنا مساجد الله. يا ربنا افتح لنا المساجد وردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، وافتح لنا المسجد الحرام، اللهم أعدنا إلى المسجد الحرام، وافتح لنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا ربنا من الطائعين، وصل اللهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.